فوز في لقطه انا هعلق عليها، اللي عملها مهند الشنقيطي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، دقيقه 93 او 94 يقطع كم في خلال كم 80 متر تقريبا في 10 ثواني ما شاء الله، واستمر يا مهند وداعم لك. هذا مهند من ال 18 الى 18 وجاب الثالث ما شاء الله، سرعه فائقه، عداه كانه عداه ما شاء الله 100 متر. اللي عاجبني في الدقيقه كم؟ 93. اي اكيد يعني هذا المجهود الكبير وهذه يعني انك تضرب مثل ما هو سبرنت بهذه الطريقه في الدقيقه 93 ما اعتقد انه بالشيء السهل، ولكن يدل لك على القيمه الفنيه لهذا الجهاز، اعدادهم للمباراه، تركيزهم العالي لين اخر دقيقه، انت متقدم ولكن تقدر تجيب الهدف الثالث، واعتقد هذا اللي ميز الاتحاد مباراه امس. برافو مهند، برافو بصراحه، برافو على ما قدمته في مباراه امس انت وزكريا وساوي امس. لا لم يكن لدينا الوقت للتعامل مع هذا الهدف، الهدف يجب ان يدرس. 80 متر في 10 ثواني اعتقد رقم تاريخي في الدوري السعودي كسرعه، واللاعب سريع جدا.